تطبيق خرائط جوجل. ما حقيقة الصورة التي التقطتها جوجل لشخصين مدفونين في قبريهما؟ تسببت صور خرائط جوجل لرجلين يرقدان في قبرين تم حفرهما حديثا بإحداث ضجة على الإنترنت. وأظهرت الصورة التي عرضت على موقع ريديت منذ 3 سنوات مشهدا مزعجا للغاية تم التقاطه بواسطة القمر الصناعي. للوهلة الأولى تظهر الصورة جثتين ممددتين في قبرين محفورين حديثا في منطقة نائية. ولا توجد توابيت أو مجارف في الصورة، ويبدو أن حجم القبور مصنوع خصيصا للرجال بداخلها. والتقطت الصورة في بورتلاند في ولاية أوريغون في الولايات المتحدة بحسب ما نقل موقع 7 نيوز. يبدو أنه تم العثور عليها على خرائط جوجل، على الرغم من أن صحة هذا الادعاء لا تزال غير واضحة. وبحسب صحيفة إكسبريس فإن الصورة لا تبدو شريرة تماما، فهي لزوجين يقومان بفن الأداء يطلق عليه اسم جرافز يونتيتلد جرافز، الذي أنشأه داتس ميلر والثانية شيلا برجر ومقرهما في شيكاغو، وعرض الزوجان أعمالهما في معرض المعارض الغربية في المدينة. في بلا عنوان قبر حفر ميلر وشيلا بارجر، قبرين قريبين من بعضهما عميقين وكبيرين بما يكفي لاستلقاء كل واحد فيها، ثم حفرا نفقا صغيرا بين القبرين مكنهما من امساك ايديهما اثناء الاستلقاء في القبرين. قال سكوت سبيه مدير معرض الفنون الغربية للمعارض لموقع ذا اكسبريس ان الزوجين حفر القبرين وفقا لاحجام اجسادهما.